بس نكمل الابسن سيجر الاي اي جي فايندينجز مالتها فشي كاركترستكس ايش راح نشوف سبايك ويف كومبلكس هذا سبايك وهذا ويف كومبلكس زين اذا هذا هو السبايك وهاي الويف ايش قد نشوف عاده هاي منا اللي هنا هاي 1 سكند هاي 1 سكند فاحنا ايش قد نشوف عاده نشوف 3 سايكلز بير سكند يعني هذا السبايك ويف كومبلكس نشوف منه ثلاثه هسه هذا واحد وهذا سبايك ويف كومبلكس ثاني وهذا سبايك ويف كومبلكس ثالث اذن ثلاثه عاده هذا الرابع ما كامل شوفوا هذا سبايك ويف ما كامل احنا عاده نشوف ثلاثه at least 3 اذن سبايك ويف كومبلكس 3 سايكلز بير سكندز سبايك followed by wave وده تشوفوها generalized لأن هي the absent seizure is generalized فده تشوفون كل الليدات بها هذا the spike wave complex هاي the absent seizure هاي typical the atypical absent seizure نشوف أقل من 3 cycles per second لأنه هسه راح نشوف إنه the absent seizure تكون prolonged duration فراح نشوفها شنو تأخذ وقت أكثر فأقل من 3 cycles per second شوفوا هسه هذا هاي spike wave تمام spike ويف أقل ما وصلت إلى ثلاثة ما وصلت إلى ثلاثة زين إذن هاي الاتيبيكال أبسنت سيجر الاتيبيكال أبسنت سيجر أعتقد ما أعرف إذا حكيتها أو لا بس إنه هي شنو فرقها كلينيكلي إنه يابا راح تكون إنه ال هم يعني بلان يصير ستيرينج و يعني انترابشن للأكتيفيتي مات جست لايك بس ممكن البيشنت يكون ريسبونسيف بيها يعني هذا الفرق واكيد الاوتوماتستيك بيهيفر احنا قلنا ممكن تصير اوتوماتستيك بيهيفر اللي هي تشبه الاورا مع انه هي جنرالايزد بس هم بيها اوتوماتستيك بيهيفر زين تكون اقوى الاوتوماتستيك بيهيفر هنا من التيبيكال والدوريشن تاخذ وقت اطول وتكون جراجوال مو مثل ذيك سريعه ومثل ما قلنا اقل من 3 سايكلز less than 3 سايكلز بير سكند هاي هي الاتيبيكال ابسنت سيجر تمام هسه هاي الابسنت سيجر خلصت هسه نجي المايوكلونيك سيجر احنا قلنا ذن المايوكلونيك والتونيك زين والاتونيك كلها ممكن تكون فوكال ممكن تكون جنرالايزد زين تجي جنرالايزد اذا اجت بايلاترال المايوكلونس هو شنو فد بريف اريثميك جيركي موفمنت موتر موفمنت ذات لاست less than a second فالشي كلش سريع المايوكلونس فالشي جيركي موفمنت ابنورمال موفمنت سريعه كلش اقل من 1 سكند واكثر شيء يصير بالارم اذا هو هذا المايوكلونس يصير بالارم ويصير جيركي وسريع كلش واقل من 1 سكند طبعا مو دائما يكون ابيليبتيك ان اوريجين مو شرط ابيليبسي فاحنا عندنا كرايتيريا خاصه للابيليبسي الاي اي جي فايندينجز الاسوشيتد سيمتومز اللي تجي وياها يعني ممكن نشوفها يعني هذا حتى مرات راح نشوفها بالفيز 1 اوف سليب ممكن راح نشوف انه البيشنت اللي صار عنده سينكوبي راح ناخذها بعدين ممكن يصير عنده مايوكلونيك موفمنت فمو دائما شنو مو دائما هو ابيليبتيك بالإبيليبسي تكون أكثر سيفير وأكثر شيء وين in the morning or on awakening from sleep أول ما تقعد من الصبح من النوم هاي أكثر شيء المايوكلونيك زين on awakening زين وتكون على شكل كلاستر إحنا قلنا هي في الشيء كلش سريع ورابد فتكون على شكل كلاستر واحدة وراء الثانية within a few minutes إذن كلاستر خلال a few minutes زين هاي شقد تمثل 5-10% زين 5-10% المايوكلونيك سيجرز طبعا شنو هو التريجر مالته كلهم هم اغلب السيجرز التريجر مالته انه هو ما نام سليب ديبريفيشن تعب ممكن الكحول زين وقلنا اكثر شيء شنو اول ما يقعد من النوم البرزنتيشن مالته هل قد هذا العمر مالته زين والريسبونس كلش زين للفالبرويك اسيد شنو ممكن تكون الاسوشيتد فيتشرز مالته فد ميتابوليك ابنورماليتي الكترولايت ابنورماليتي انوكسيك برين انجري ديجنريشن بالسي ان اس فيعني مو فشي يعني ماكو فشي اللي المميز بها انه هي كلش رابد اقل من 1 سكند مو دائما ابيليبتيك تكون على شكل كلاستر وتجي ويا الفتيق ويا السليب ديبريفيشن زين هاي المايوكلونيك سيجر خلينا نشوف اذا شو اسمه
إذا موجودة هنا لو ما موجودة، لأنه هاي الفيديوهات مو كلها هاي. شوفوا هسه، هسه هذا راح يصير عنده فد ما رابد موفمنت، ركزوا على الآر مالته، شوفوا أو الـ يعني الهاند فد رابد جيركي موفمنت. هسه راح أشوفوها ما دام صارت باي لاترال، إذا هاي جنرالايز، لو صار بس بآر واحدة كان قلنا فوكال. زين، مايوكلونيك سيجر. هاي هي المايوكلونيك سيجرز. هاي شو تصير؟ تصير على شكل شلون بالضبط الاي اي جي مالتها، على شكل ملتيبل سبايكس، شوفوها فولود باي ا ويف، ملتيبل سبايك فولود باي ا ويف، ملتيبل سبايك فولود باي ا ويف. تمام، هاي الويف وهذا نيل سبايك، ملتيبل سبايكس فولود باي ا ويف. اذا هي هاي المايوكلونيك سيجر. خلينا نشوف اذا بيها في شيء اضافي. المايوكلونيك سيجرز زين، جيركي سدن مثل ما شفتوها بالصورة، وكلش بريف. زين، و كان افكت اونلي وان بارت، يعني تكون فوكال او الانتاير، وهي شنو نون ريثميك، يعني راح اشوفها اريثميك، يعني جيركس اوكر ات ديفرنت انترفال ريجولار. تلاحظوها انه هي اسيمتريكال، يعني ما مساوية. زين، يعني ما مساويه، يعني بايلاترال، هي بايلاترال بس اسيمتريكال الريجولار راح تشوفوها. زين، والبيشنت اكيد هي بي بوست اكتال ستيت، اكيد هم احنا قلنا جنرالايزد بيها بوست اكتال. زين، هاي المايوكلونيك. تمام، خلصت هاي المايوكلونيك. هسه نشوف شنو هي وراها الاتونيك. الاتونيك هنا يصير لوس بالبوستشر، يعني الشخص كان واقف فجاه يوقع مثلا، loss of postural tone. زين، فيوقع البيشنت، واكيد هي generalized، فهنا briefly impaired. زين، الconsciousness اكيد الconsciousness is impaired، يعني هو اول من وقع فقد وعيه شويه briefly، يعني احنا جانا هسه generalized بس ما عندهم post ectal، يعني هو مجرد البيشنت يوقع وراح يقوم طبيعي. فهاي مهمه انه ماكو post ectal، مع انه يعني اكو، يعني مع انه هي جنرالايز بس ما بيها بوست اكتال، فهاي يميزها. يعني حتى يعني هنا شويه شبهت الابسنت، هنا تشبه الابسنس. زين، كلش تشبه الابسنس، بس ان الابسنس البوستشر نورمال ما يوقع الشخص، بس يصير ان ريسبونسيف. الاتونيك كلش تشبه الابسنس، انه هي همينه ما بيها بوست اكتال، بس شنو انه الاتونيك يوقع الشخص. هاي فرقوها شويه عن الابسنس، يعني اكو فد. زين، they only occur in the context of epilepsy that involve other forms of seizures. زين، في الاتونيك راح نشوفه بالابيليبسي سيندرومز. هسه راح نشوف يعني شلون other forms، راح نشوف انه هي عاده تجي يعني combination، يعني هسه راح نشوف راح تكون على شكل epilepsy syndrome. هسه اشوفكم epilepsy syndrome. هسه خلينا نشوفها وينها موجوده. فد لحظة، يعني تكون combination، يعني عادة شو نشوف مثلا مايوكلونيك اتونيك ماي، يعني مثلا زين، فيعني تجي ويا with other forms، مثلا تجي ويا المايوكلونيك. زين، فهاي الاتونيك او اللي يسموها دروب سيجر، دي يصير sudden loss، sudden drop or collapse، عبالي سينكوبي، احنا يعني mistaken for a syncope. زين، فتشبه هاي الاتونيك. تمام، اذا ما بيها في شيء، مجرد دي يصير sudden loss of posture. هاي هي الاتونيك، يوقع فجأة يوقع، اتونيك سيجر. تمام، فجأة الشخص يفقد التون مالته. زين، اعتقد موجودة هنا مشكلة، أعتقد هنا موجودة هم صورة إلها، ما يشتغل الفيديوهات المشكلة، يعني هسه مو مشكلة. إذا هاي الأتونيك افتهمناها إنه تشبه الأبسنس شوية، بس فرقها إنه الأبسنس ما يصير لوس بالبوستشر، هنا يوقع الشخص يصير لوس بالبوستشر، وما بيها أيضا بوست أكتر. التونيك يعني دي يصير كونتراكشن، يشبه المايوكلونيك، بس المايوكلونيك قلنا ذيك رابد جيركي موفمنت، هاي لا شويه ابطا من عندها تصير. فدي يصير تونيك اكستنشن، العفو العفو، بس لا تغلطون، تونيك تختلف، لا
بس تصحيح المعلومة، التونيك هو دا يصير شنو؟ ستيفنس بالعكس. زين، فما لها علاقة، لا تشبه الماي كلونك ولا أبد، فلا تغلطون. تونيك يصير ستيفنس. زين، حتى ما أغلطكم. بس عرفنا الماي كلونك شلون تصير رابط جيركي موفمنت، التونيك لا ما لها أي علاقة، ما تشبهها، هاي دا يصير اكستنشن. يعني هاي احنا مو خذنا تونيك كلونيك اللي هي الجراند مال اللي يصير بالبداية ستيفنينج، بعدين يصير كلونيك فيز اللي هي رابد موفمنت. التونيك سيجر دي تاخذ بس التونيك فيز، ما بيها كلونيك فيز. تمام، سادن اكستنشن فليكشن يعني سادن موفمنت ستيفنينج يصير. وايضا لوس اوف اويرنس نفس الشيء، لانه احنا قلنا ذني كلهن يصير، لان ذني هسه احنا جاي نحكي عن الجنرالايزد. زين، همينة ممكن تكون شنو، همينة نشوف ذولا. يعني عادة التونيك ريالي نشوفها وحدها، نشوفها مثلا تونيك كلونيك مثل ما قلنا. زين، تونيك اتونيك مثلا هيج شي، يعني على شكل سندروم اكثر من وحدة. اذن هاي دي يصير ستيفنينج، دي يصير سدن اونست اوف ستيفنينج ان يعني شنو كونتراكشن. زين، التونيك شوفوا هاي هي التونيك، نشوف بيها جاينت ويفز. زين، جاينت جنرالايزد سبايك ويفز، مو جاينت ويفز يصير. زين، ده تلاحظوا شوفوا شلون جاينت كبيره جنرالايز، اذا هاي التونيك نشوف بيها جنرالايزد ويفز. زين، هاي التونيك. تمام، واحنا قلنا هاي رير اللي هي، والاتونيك رير اللي نشوفها ايزوليتد، عادة نشوفها على شكل وذ اذر. فالتونيك سيجر زين، ايضا لوس اوف كونشسنس مثل ما حكينا، يصير ستيفنينج اكستنشن او ريفليكشن. زين، قد تكون بايلاترال او يونيلاترال، قلنا اذا بايلاترال يعني جنرالايز، اذا يونيلاترال ممكن تكون فوكال. زين، التونيك يقول لك كان بي فولويد باي اتيبيكال ابسنس سيجر، يعني هاي مو فد شيء معلومه، المهم انه دي يصير ستيفنينج عند هاي تونيك سيجرز. زين، وعادي وياها بوست اكتال مثل البقيه، احنا قلنا ياها ان ما بيها بوست اكتال الابسنس، وممكن الاتونيك ايضا مرات ما بيها، الاتونيك مرات ما بيها ايضا بوست اكتال كونفيوجن. زين، اذا هاي التونيك دي يصير استمر افتهامنا. زين، بعد ايش عندنا؟ وجدين نشوف جاينت ويفز. الكلونيك هاي اللي تشبه المايو كلونيك. تمام، احنا قلنا اكو مايو كلونيك واكو كلونيك، ذول اثنيناتن دا تصير جيركي موفمنت. بس شنو الكلونيك؟ الكلونيك فرقها انه هي ابطا شويه وتكون ريذميك. المايو كلونيك كانت اريذميك اسيمتريكال، المايكلون كانت اريثميك واسيمتريكال وسريعه رابط كلش، هاي شويه ابطا وتكون ريثميك. فهاي فرق الكلونيك عن المايوكلونيك. زين، وقلنا ممكن تكون فوكال. زين، حكيناها قد تكون فوكال. زين، والفوكال قلنا قد تكون امبيرد او قد تكون جنرالايزد. زين، اذا كانت جنرالايزد راح تصير بايلاترال وش تكون ريثميك. اذا الكلونيك شنو الفرق عن المايوكلونيك؟ ان الكلونيك ريثميك، ان الكلونيك تكون شويه ابطا، انه تكون سيمتريكال اكثر، المايوكلونيك لا. تمام، فهاي هي الكلونيك. اذا اخذنا تونيك وحدها، كلونيك وحدها، تونيك كلونيك اللي هي ذيك الجراند مال. زين، فهاي الكلونيك سيجر اكيد دي يصير لوس اوف كونشسنس وريثميك. فاذا الكلونيك تحفظوا انه هي ريثميك السالفه مالته. زين، عندنا هسه ايليد مايوكلونيا، هاي قلنا احنا مرات يعتبروها ضمن الابسنت، بس هي طبعا يعني دي يصير بيها فد موتر موفمنت يعني بالايليد، كانه بلينكينج. هاي يقول لك الايليد مايوكلونيا ايش وقت ستارت؟ بين الاثنين الى 14 ان مور كومن ان جيرلز، شوف اكثر شيء بالجيرلز. unknown cause، عادة ال patient genetically predisposed، normal cognitively. زين، ممكن difficult to control، يعني هاي عادة على شكل سندروم ال eyelid myoclonia، نشوفها على شكل سندروم.
أيضا يعني إيديوباثيك تشوفها بالأطفال من 2 إلى 14، هذا هو معناها. زين خلينا نشوف بعد إذا أكو فتحت شي عن العائلة مايكلوني. يعني هو في الشيء يعني احنا نشوفه مثل ما قلنا، نشوفه بالعمر 2 ل 14 يكون ايديوباثيك ويكون جينيتيك بريديسبوزد للبيشنت. وقلنا على شكل سندروم اكثر شيء. خلينا نشوف اذا يكون نص في شيء في فيديو ايدي ايليد مايكلوني. شوفوا حركة الايليد شلون بها حركة، فهذه اللي نشوف اللي تشوفوا حتى الاي جي مالتها يعني كانه اريثميا ابنورمال، فيري ابنورمال اي جي. ليش؟ لان هذا جينيتيك سندروم، جينيتيك بري ديسبوزيشن، يعني فيكونون لايبل انه تصير عندهم هيك. بس كوجنيتيفلي عاده نورمال هذا العائلد مايوكلوني. وعندنا السيجرز اللي هي ما اقدر احدد هل هي جنرالايزد من البدايه لو فوكال وبعدين تحول جنرالايزيشن. فاكو سيجرز ما اقدر احدد هل هي فوكال بديت وبعدين صارت جنرالايز لو هي جنرالايز من البدايه. هاي نشوفها ايضا بالاطفال بالانفنسي، هاي كلش وايد سبريد ديستربنس بالكورتكس. زين الايليد مايوكلونيا طبعا انتم مثل ما شفتوا هم اكو سبايك ويفز وجنرالايزد، بس قلنا اتب يعني مبينه انه هي مخربطه الجنرالايزد سبايك ويف بس مخربطه هنا بالايليد مايوكلونيا. زين هنا قلنا انه هي وايد سب، هاي سيجرز ما جاي اقدر احدد هل هي انسرت هل هي فوكال بدت لو جنرالايزد، هم دي يصير وايد سبريد ديستربنس. ممكن يصير كونتراكتشر وممكن شنو ما تطول سكندز ومو بس تكون على شكل كلاسترز اون اويكنينج، يعني مو فشي صراحه يعني وصف يعني مو فشي. الانفنتايل هسه هاي عرفتوا انه هي فد وايد سبريد ديستربنس، دي يصير كونتراكشن بالاكزيال وتكون على شكل كلاسترز، فما اقدر احدد هل هي بدت فوكال هل هي جنرالايز، صعبه شوي. الانفنتايل سبازم اذا تتذكروها هاي اللي اخذناها الان بالاطفال او يسموها السلام فيت، شلون السلام الهندي او هيج شي، يعني يصير شنو فليكشن اكستنشن، كانه شخص دا يسلم بسلام فيت يسموها فليكشن اند اكستنشن. هاي اخذناها بالاطفال فهنا ما مركزين عليها صراحه. هنا دا يصير الاي اي جي فايندينغز شوفوها اريثميا asynchronization arrhythmia، يعني في اي جي كلش كلش مخربط وتعبان بالانفنتايل سبازم. زين في اي جي كلش مخربط وتعبان asynchronization or arrhythmia. تمام خلينا نشوف اذا اكو بعد في شيء، والله ما اعتقد غطينا. زين اي يعني هذا asynchronization بالانفنتايل سبازم. زين بس هنا طبعا ذولا الكونشسنس عادة بريزيرف عندهم اذا تتذكر كونشسنس نس بريزيرفد، مع انه هيج مخربطة بس الكونشسنس هو اذا تتذكروا اخذناه الان بالاطفال الكونشسنس بريزيرفد، وهذا يساعدني افرقها عن other types of epilepsy ان الكونشسنس بريزيرفد عن جماعة الانفنتايل سبازم. خلينا نشوف اذا اكو بعد في الشيء عن الانفنتايل سبازم. الانفنتال سبازم عادة شي يجي على شكل في شي يسموه ويست سندروم، هسه راح نحكيه بعدين. فعادة الانفنتال سبازم وخاصة من تجي على شكل ويست سندروم تجي عند الانفنت 3 to 7 ونشوفها بالميل اكثر. هاي عادة ليش تجي الانفنتال خاصة الويست سندروم؟ ممكن بيرينيت اكو فد اندرلاين كوز، يعني ممكن البيشنت صار عنده فد بيرينيتال انفكشن ضرب البرين هايبوكسيا او ذول الجينيتيك تيوبر السكليروسز اللي يضرب البرين. زين فينايل كيتونيوريا يعني فد اندرلاين كوز ضرب البرين وسوى هذا الانفنتال سبازم عادة بالانفنسي. لذلك مثل ما قلنا هي من اسمها انفنتال فبالانفنسي. ايش دا يصير؟ سبازم على شكل كلاسترز شي يصير فليكشن اور اكستنشن، لو فليكشن لو اكستنشن. تمام وياها وراها تونيك فيز، يعني يصير وراها ستيفنينج
وش تشوفون؟ هبس أرذمية، أرذمية مخربط. زين هذا نشوف الهبس أرذمية. زين very heterogeneous، إذا سويت له ريكورد أثناء الأتاك كلش heterogeneous EEG. زين إذا سويته ما بين الأتاكس interactal فهم نشوف هم irregular spike waves. دول نعالجهم بACTH ستيرويد بريدنيزولون أكثر شيء نستخدمه، إذا ذكر تتذكرون العام أخذنا. طبعا بور يعني كلش دول عندهم ديلي وعندهم يعني regression بالabilities عادة developmental delay يعني. وذول أغلبهم مش يصير عندهم other forms لأن هو البرين أصلا منتهي وتعبان، فيصير عندهم other forms of epilepsy أيضا. دول poor prognosis infantile spasm usually، خاصة اللي تكون هاي اللي West syndrome بس ال consciousness of reserves. وأكو هاي neonatal زين seizures، ما أعتقد الفيديو مالتها يشتغل، راح أشوفها multifocal كل ساعة نشوفها بمكان. هاي النيونيتال. نجي للإبليبسي سيندروم. شنو الإبليبسي؟ من تسمع إبليبسي سيندروم أول شيء إيش تفكر؟ إنه السالفة إيديوباثيك. أوكي إيديوباثيك، هذا طفل وما عنده أي شيء، لا صار عنده perinatal infection، لا صار عنده meningitis أو encephalitis، لا هاي السالفة إيديوباثيك. هو انولد وهو genetically predisposed. أول شيء إنه هو إيديوباثيك، يعني هاي totally unprovoked، هي إيديوباثيك. زين احنا قلنا الابيليبسي لو انا بروفوكت يعني ايديوباثيك، هاي هي الايديوباثيك فورم السندروم. الايديوباثيك يعني تجي على شكل سندروم، ايديوباثيك هو هذا ابيليبسي سندروم. تمام زين، فاحنا قلنا الابيليبسي لو تكون انا بروفوكت انه تكون ايديوباثيك، لو تكون لها كوز وهذا الكوز سوالي ريكرنت سيجر مثل ما شرحنا، لكن ابيليبسي سندروم هاي ايديوباثيك. زين فأنتم من تسمعون epilepsy syndrome إنه يابا أول شيء they are the most common form of epilepsy in a child. طبعا إحنا مو نلقي epilepsy syndrome وهو adult. الadult إذا صار عنده epilepsy most likely إلى cause، يعني صار زين فت cause stroke tumor إلى آخره، لكن من نلقي children وعندهم epilepsy فعادة هي idiopathic اللي هي شنو epilepsy syndromes يعني. وبيها أكثر من تعم، عندنا childhood absence epilepsy، juvenile absence epilepsy، juvenile myoclonic epilepsy، بيها أكثر من types. زين هنا ليش شون قسمناهم؟ قسمناهم حسب التايب، يا أما تكون absence مثلا يا أما تكون myoclonic. زين فقسمناهم والأونسيت راح نشوف إنه ليش جمعناهم على شكل سندروم. أول شيء إنه هم يعني راح نشوف إنه التايب إنه ذولا يجون على شكل absence epilepsy مثلاً، ويجون كلهم بنفس العمر، يعني هذا childhood absence epilepsy ثابت العمر مالته 4 إلى 8. فمن يجيك طفل 4 إلى 8 وما عنده أي underlying cause وعنده absent epilepsy زين وعنده ذني typical findings، عنده مثلا family history، راح most likely هذا عنده هذا الإبيليبسي syndrome childhood absence epilepsy مثلا. تمام فحسب العمر راح نشوف انه هي في manifestation اجت بهذا العمر age معين. زين والresponse للتريتمنت راح نشوفه انه هو نفسه، يعني الطفل اللي عنده childhood absence epilepsy راح تكون استجابته نفس طفل ثاني عنده childhood absence epilepsy، بينما من يكون البيشنت يعني عنده underlying cause يعني مو سندروم، لا الريسبونس يختلف حسب السيفيريتي مال هذا الكوز، بينما هنا لا هذا سندروم هو جينيتيك فالريسبونس مالته للتريتمنت نفسها بكل المرضى. تمام واكو شنو؟ اكو بالجينيتيك تيست راح نشوف اكو فد موليكولار باثولوجي ممكن احنا نلقاها. زين فالتشايلد ابسنس ابيليبسي العمر 4 مثلا، نبدي هسه نقسم الإبليبسي سيندروم إلى شنو؟ هذا أول تايب اللي هو childhood absence epilepsy. شنو هذا childhood absence epilepsy؟ هذا أطفال عمرهم 4 إلى 8 طبعاً دي يصير عندهم idiopathic يعني في شيء genetic إحنا ما نقدر، دي يصير عندهم absent seizures من اسمه، ونفس الـ EEG finding مع الـ absent seizure اللي هي 3 cycles per second يعني 3 per second spike and wave complex اللي هو هذا اللي قلناه هذا اللي هو 3
يعني spike wave complex, spike wave complex 3 per second. تمام. والابسنسي ابيليبسي هو التريتمنت ثابتة. ايثوساكسامايد is the treatment of choice للابسنس. ذول 40% يتحولون الى generalized tonic clonic. طبعا اذا هو عنده epilepsy syndrome most likely راح بعدين يصير عنده other forms, لكن 80% يصير لهم remissions بالadulthood, لذلك يسموها childhood absence. childhood absence يعني في بالadulthood تصير بها remission, بس شنو الريسك؟ يصير يتحولون الى انواع ثانية. زين, فهذا نفسه absence epilepsy, هذا childhood absence epilepsy. تمام. مثل ما حكينا نفسه, هم نفس الفيتشرز مال الابسنس ابيليبسي اللي حكيناها هذيك, هم ماكو بوست اكتال, هم يصير ان ريسبونسيفنس, ويصير ذن الاوتوماتيك بيهيفير, وممكن تكون تيبيكال وممكن تكون اتيبيكال. تمام. ونفس هذا 3 هرتز سبايك ان ويف, يعني سبايك ويف كومبلكس اللي حكينا, والتريتمنت اوف تشويس هو الايثوساكسامايد. زين, 80% يصيرون سيجر فري وذاوت تريتمنت وين بالادلتود. زين, يصير هسه سبسايدنس. هذا اذا هذا انت شو وقت تقول عليه epilepsy syndrome؟ لازم بفد ايج اونست معين. زين, مثلا الابسنس epilepsy 4 الى 8, مثلا الـ 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 هذا شيء يسموه childhood absence epilepsy 4 الى 8. juvenile absence epilepsy لها فد عمر معين, juvenile myoclonic لها فد عمر معين. اذا لازم يجي بهذا العمر, والريسبونس مالته للتريتمنت مثل باقي البيشنت اللي هم ضمن هذا السندروم. زين, واكو فد بالجينيتك تيست نلقيها ذني, ويكون السالفه ايديوباثيك, يعني ماكو فد كوز معين, او يعني الكوز هو مينلي هو جينيتك. خلصت التشايلدهود ابسنس ابيليبسي. اكو يسموها جوفينايل ابسنس ابيليبسي, تشبه ذيك بس العمر مالتها جوفينايل, يعني فترة المراهقة 10 الى 15 تقريبا, مو childhood 4 الى 8. less frequent absence than the childhood, يعني شوية less frequent الصيب. ال EEG poly spike and wave. زين, هم يعني spike and wave, لكن poly spike أكثر من spike بعدين wave. هسه راح نشوفها. التريتمنت هذا sodium valproate, هذاك كان الايثوساكسامايد, هذا الصوديوم, نفس الشيء تقريبا نفس البروغنوسيس. اذا الجوفينايل ابسنس ابيليبسي, شوفوا العمر شويه يختلف, اكبر يكونون, هم ابسنس سيجرز, وممكن يصير وياها تونيك كلونيك. زين, ايش راح نلقي 3 الى 3 الى 4, شوفوا سبايك اند ويف, ذيك 3, هاي 3 الى 4, لذلك سماها بولي سبايك. زين, فأهم هنا all regions لأن هي generalized. تمام, فهذه 3 الى 4 هرتز spike and wave. تمام, فيعني الفرق انه العمر شوية يختلف, poly spike and wave يعني 3 الى 4, مو 3 ثابتة مثل ذيج. فهاي زين, نجي هسه المايوكلونيك, هاي اكثرها اشياء حفظ والله. زين, والتريتمنت مالته الصوديوم فالبروات هو treatment of choice. العفو, هاي صوديوم فالبروات. تمام, الجوفينايل مايوكلونيك ابيليبسي, هاي تجي مايوكلونيك اللي هي قلنا رابيد جيركي اريثميك اسيمتريك موفمنت. زين, وطبعا من تسمع سندروم هم يعني قلنا مرات تلقى اذر, يعني ممكن تلقى جنلايستونيك تلقى وياها ابسنس. زين, والمورنينج اثناء ايرلي مورنينج مايوكلونس. زين, هم بولي سبايك اند ويف اللي احنا قلنا انه المايوكلونيك تجي ملتيبل سبايك فولود باي ويف, هاي هي المايوكلونيك. تمام, فوتو سنسيتيفيتي يعني دائما يتحسس من اللايت, اللايت هو مرات تريجر له. هم الصوديوم فالبروات, هذول لازم تستمر على التريتمنت. اوكي, ويا التريتمنت يصير ريميشن, بس يصير راسا ريلابس من تقطع التريتمنت. زين, هاي حفظ صراحة. هذول الجوفينايل مايوكلونيك ابيليبسي
ترايد اوف سيجرز اللي هي مايوكلونيك افتر اويكنينج. اذا لاحظوا انه هذول اكثر شيء من يقعد الصبح وياها تونيك كلونيك وياها ابسنت. اذا الجوفالاين مايوكلونيك هو ترايد ثلاث اشياء، مايوكلونيك واللي هي سبيشلي افتر اويكنينج وجنرالايز تونيك كلونيك وابسنت سيجرز. نفس الشيء اللايت، الفوتو سنسيتيفيتي هي التريجر، سليب ديبريفيشن، الكحول. راح نشوف الريجولر بولي سبايكس يعني ملتيبل سبايكس وياها ويف بالفرونتال لوب اكثر شيء، فالبروك اسيد. هذول يحتاجون شنو؟ لايف لونج تريتمنت. لايف لونج تريتمنت ليش؟ لانه قلنا يصير ريلابس من نقطه على تريتمنت. زين، وهذا جنرالايزد اون اويكنينج هم فد الى ايج اوف اونست عاده جنرالايزد. زين، يعني on awakening sodium valproate وهم إلى فد إيش اسمه هم يعني هم relapse إذا تقطع لي treatment. لأن ذول يصيرون relapse إذا تقطع لي treatment، بينما ال childhood absence يصير لهم remission. ذول يصيرون remission ال childhood absence. وال juvenile absence، إذا childhood وال juvenile absent good prognosis. خلينا نقول انه ذولا يصيرون سيجر فري ان ادلتد، بينما المايوكلونيك جوفينال مايوكلونيك وهذني وهاي لا يصيرهم ريلابس. فيعني خلوها هاي ببالكم. زين، نجي هسه للمحاضره اللي وراها. هنا جاي يحكي عن شنو؟ عن الكوزز الديفرنت ايج جروب. زين، هسه احنا الكوزز يا اما ايديوباثيك اللي هي السالفة اللي هي ذن الإبليبسي سيندرومز اللي حكيناهن اللي هي جينيتك كوز، أو لا الكوز شي يكون لا أكو فد أندرلاين كوز، مثلا إنجري، مثلا أنوكسيا. وقلنا ذني الإنجريز ذني كلهن قد يسوين بس سيجرز سيبتوماتيك أكيوت سيجرز، سيجر وحدة يعني أثناء خلال فترة كلش قصيرة من هذا الكوز وهاي خلاص ما تتكرر. إذا لا صارت ورا فترة أطول وتكررت لا تحولت إلى إبليبسي. بس هاي الإبليبسي مو سندروم، لا هاي الإبليبسي إلها كوز، إلها كوز. الإبليبسي سندروم أخذنا هذيك إيديوباثيك، فهاي خلوها ببالك. كطفل نيونيت يعني بيرث إنجري، هايبوكسيا وإنوكسيا، هايبوكالسيميا، كالسيوم قليل. دائما الكالسيوم من يقل يزود الريسك أوف إبليبسي، لأن يعني الكالسيوم من يقل الكالسيوم هو وظيفته يسوي إنهبيشن للصوديوم، فإذا قل الكالسيوم الصوديوم يدخل فيسوي أكشن بوتنشال ويصير سيجر أو إبليبسي. هايبوغلايسيميا، فيتامين ديفيشنسي، وهاي اللي هي فينال كيتونيوريا فد ميتابوليك ابنورماليتي. زين، فهاي الميتابوليك ابنورماليتيز كلها ممكن شنو البيشنت لايبل انه تصير. هاي كوز الصراحة يعني ما مو حتى اشرحها وحدة وحدة. بالانفنسي نفكر بالانفنتايل سبازم، وقلنا مرات تجي على شكل ويست سندروم اللي قلنا بورو بروجنوسيس. زين، كونجينيتال مرات تصير ديفلوبمنت. نعم، هاي عند الانفنسي صراحة فت كوزز يعني مو مال ادخل بيها يعني وحدة وحدة. ايرلي تشايلدهود شو افكر؟ الفبرايل كونفولجن اذا تتذكرون اخذناها بالاطفال اللي تجي تقريبا 6 مانس الى 6 ييرز. زين 6 مانس، والانفنتايل قلنا بالفترة الانفنسي. زين، اذا الانفنسي الانفن فد لحظة، اذا كانت كلش ايرلي يعني الانفنتايل سبازم، اذا كانت ايرلي يعني اول 6 اشهر زين نفكر بالويست سيندروم. اذا لا انفنتايل سبازم اجت 6 مانس الى 3 ييرز او فوق فوقها لا، يعني الانفنتايل سبازم مرات تكون على شكل ويست سيندروم اذا اجت ايرلي كلش، او تجي وحدها مو ويست سيندروم اذا شويه ورا فتره اطول يعني ورا 6 مانس. إذا قبل الـ 6 months نفكر بالوست، إذا وراها نفكر انفنتال سبازم وحدها اللي شوية أحسن من ذيك الوست. ممكن infections من meningitis encephalitis. زين، وعندنا ذني، عندنا ذني ممكن تكون أيضا idiopathic يسموها رولانديك، وعندنا هذا لينوكس غاستود سيندروم.